بعد صراع ومعاناة مع المرض في الأيام الأخيرة، رحلت عن عالمنا في الساعات الأخيرة الفنانة المصرية القديرة سهير البابلي عن عمر ناهز 86 عاماً، وتوفيت الراحلة داخل أحد المستشفيات الذي كانت تعالج به بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفاتها واحتجازها بالرعاية المركزة. وكان الدكتور رضا طعيمة سهر الفنانة الراحلة قد كشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لها خصوصا بعد دخولها لعناية المركزة، وقال أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة ساءت أكثر خلال الساعات القليلة الماضية، وجاء ذلك بعدما تعرضت الفنانة سهير البابلي لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات إلى أن تمت وفاتها في الساعات الماضية. وقد أعلن الخبر منذ قليل عضو نقابة المهنة التمثيلية الفنان منير مكرم، حيث كتب وقال: الدوام لله الفنانة سهير البابلي. الجدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة سهير البابلي من مواليد 14 فبراير من عام 1937 في مركز فرسكور بمحافظة دمياط، وظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، والتحقت الفنانة بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدمت العديد من الأعمال الفنية على مدار سنوات طويلة. واعتزلت الفنانة القديرة الفن في عام 1997 قبل أن تعود للفن مرة أخرى في عام 2006 وتقدم مسلسل قلب حبيبة. وفي الأيام الماضية تعرضت الفنانة لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت إلى توقف في عضلة القلب، مما أدى إلى دخولها لعناية مركزة بأحد المستشفيات، وتم إعلان وفاتها في الساعات الماضية. غفر الله لها ورحمها وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وكل محبيها الصبر والسلوان.